كفنها صارت سمعتك بتخزي بالبلد؟ صرخ علي انا بدي اطلع الشرطة اسوي سمعتك في البلد صارت بتخزي طلع على حالك ولا بهمني حدا المصاري اهم اشي بدي اجيب اللي بدي اياه السلام عليكم بدي اقول لك شغله صارت معي في الصف فاضية صباح الخير محمد مالك تاخر طيب لك قبل كده محلك اقعد فيه اقعدش عندي احد غريب ولكن يرون مالهم دري شيء مرض يشفي فراحوا الى هذه السقيفه راحوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو عبيده بن الجراح فصارت في مناوشات بين المهاجرين والانصار فحاول الانصار انهم ايش يختاروا خليفه من عندهم اسمه سعد بن فقالوا منكم خليفه ومنا خليفه والله صعب والله هي بشرف فيه العاد فيلم عملناه يا ولك الله ايش دود شو الاخبار؟ شايف هذاك الشاب؟ عجبني رحت اكل